بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تسر أكاديمية الرواد ومنصة المرأة المسلمة باستضافة أستاذة سمية ياسين. أستاذة سمية ياسين حاصلة على بكالوريوس العلوم القرآن والعلوم والسنة من جامعة أسيم، من جامعة أسيم، معها دبلومة في العلوم الإنسانية، علم الاجتماع وعلم النفس، خريجة من أوقاف التركية، حاصلة على العديد من الدورات، منها دورة في حل مشاكل أسرية وإنجاز القرار، تربية الأولاد، صحة المرأة المسلمة، مهتمة بقضايا المرأة، بما أن المرأة يؤثر عليها النفسية تؤثر على جمالها. فإن شاء الله المحاضرة باسم جمالك من جمال صحتك. تفضلي أستاذة سمية، مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الموضوع. المحاضرة إن شاء الله هي المفروض جمالك من جمال صحتك. هنتكلم فيها أكتر وهنركز عن الصحة النفسية للمرأة، يعني للمرأة بشكل عام. طبعا احنا هنقول إن الجمال مش بي لا تشكله حيوية الشباب ولا نضارة البشرة ولا جمال الجسم، ولكن يمثله جمالك الداخلي، بينعكس بصورة مباشرة على جمالك الخارجي. لذلك عليك الاهتمام بصحتك النفسية والجسدية أولا. تمام، إن شاء الله نبدأ دلوقتي تعريف مبسطة جدا عن الصحة النفسية. نشرحها بطريقة مبسطة عشان خاطر نفهم يعني إيه هي الصحة النفسية وإزاي الإنسان يقدر يوصل لها أو يقدر يعيش بالصحة دي. الصحة النفسية هي بتبقى حالة يكون الشخص فيها قادرا على التعامل مع ضغوط الحياة. يعني ده بشكل عام ضغوط الحياة زي الشعور بالسعادة، الاتزان الانفعالي، بتحقيق ذاته، بيقدر القدرة على تحمل المسؤولية تجاه نفسه أو مسؤولية اتجاه الآخرين، أو هو الشعور الجيد اتجاه النفس والآخرين والآراء الجيدة والأداء الجيد. يعني إن هو يقدر يكون عنده أداء جيد ينفع بيه نفسه والمجتمع، إن هو يقدر يحقق ذاته. احنا برضو ممكن نقول ان الصحة النفسية هي حالة من العافية يدرك الفرد من خلالها قدراته ويستطيع ان يتكيف مع الضغوط الطبيعية. يعني مع الحياة طبعا مليانة ضغوط، منها ضغوط سنوية تيجي لا قدر الله زي حالات الوفاة او افلاس شخص او ايا كان الضغوط الصعبة. ولكن احنا هنا بنقول الصحة النفسية ان الشخص يقدر يتكيف مع ضغوط الحياة الطبيعية اللي هي بتيجي لنا في كل يعني في ايامنا، وأن يعمل بشكل منتج ومثمر ويكون قادر من خلالها المساهمة في المجتمع بشكل فعال، والقدرة على تخطي التحديات اليومية. دي الصحة النفسية بمفهوم بسيط جدا وعشان نقدر إن احنا نفهمها. تمام، احنا ممكن نقول إن البشر كلهم طب نقول سؤال يا استاذ سمية، وما هو الاختراق النفسي؟ طب مش ممكن بس أكمل التعريف؟ أكمل التعريف وأرد على سؤال حضرتك. إحنا برضو ممكن نقول إن في مواقف الحياة دايما متكررة مع معظم البشر، ممكن بتكون متكررة مع كل الناس، ولكن النتيجة بتختلف من شخص لآخر، ومدة التعافي من الحادث اللي حصل للشخص ده بتختلف عن الشخص التاني. يعني مثلا نقول لو إن شخص مثلا لا قدر الله تعرض لحالة وفاة، فمثلا انا قدراتي مختلفه عن غيري، فانا مده التعافي بتاعتي بتختلف عن الشخص الاخر، فلازم كل واحد فينا يقدر ان هو يعرف نفسه كويس، يعرف ايه الحاجه اللي ممكن تطلعه من الحاله، يعرف يداوي نفسه. دي حاجات هنتكلم عليها ان شاء الله بعدين. واهم حاجه بقى في ده كله ان الشخص يقدر ان هو يساعد نفسه بنفسه، زي ما قلت من شويه ان هو يقدر يطلع نفسه من الحاله، او ان هو ممكن يروح يلجأ لحد يطلعه من الحاله اللي هو فيها، يكون مثلا شخص ثقه او استشاري نفسي او حتى طبيب نفسي. ده طبعا ما فيهاش مشكله. ممكن نقول دلوقتي كمان ان في فرق كبير جدا جدا في التفكير بين الراجل والمراه، لان احنا مثلا بنقول ان الرجل والمراه في كتير جدا جدا بينادوا بالمساواه ما بينهم، لكن المساواه بين الرجل والمراه ده ظلم للمراه بكل المقاييس وكل الطرق، لان الرجل في طريقه تفكيره
بيكون تفكير عقلاني، ان هو الرجل ربنا خلقه ان هو يقدر يواجه ويتحمل الصعاب اكتر من المرأة. فعلشان خاطر كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، وخصص بيها النساء. القوارير هي عبارة عن حاجة من الزجاج، زي زجاجة يعني. الإزاز ده سهل إن يتكسر، سهل إن يتشرخ، سهل جدا بيتأثر بالعوامل اللي حواليه. فهنا سيدنا محمد لما قال رفقا بالقوارير وخصص بها المرأة، طبعا دونا عن الرجل. كمان الرجل، المرأة مثلا من الضغوط مع الحياة مع العمل داخل وخارج المنزل، مثلا تحمل مسؤولية الأطفال، ده كله بيزود عندها المشاكل النفسية. وطبعا نسبة الاكتئاب عند النساء ضعف ضعف، يعني ممكن مثلا 10 من النساء عندهم حالات اكتئاب أو أمراض نفسية مقابلها رجل واحد مثلا. بس ده بسبب طبيعتنا، بسبب إن احنا ربنا خلقنا كده، حتى في طريقة تفكيرنا. في نقطة مهمة جدا، سيدنا محمد برضو قال عليه الصلاة والسلام، قال يا معشر النساء تصدقن. هنا مش معنى برضو، لقينا في هنا برضو تخصيص ان سيدنا محمد خصص برضو بالحديث هنا النساء. ممكن نقول ليه؟ لان المرأة بتشعر بالسعادة، بتشعر بالانجاز، عندها العطاء بتاعها فياض جامد جدا. فبالتالي المرأة لما بتساعد حد، او مثلا بتطلع صدقة او ايا كان نوع المساعدة، ده بيجدد عندها الفرحة، بيحسسها بالشعور بالسعادة. بتكون طبعا دي مختلفة عن الرجال بكتير. في حاجات من ضمنها بتتعب المرأة جدا برضو، ان هي سقف توقعاتها دايما عالي، ده برضو مختلف عن الرجال. انا هنا بس حاولت اختصر ان في فروق بيننا وبين الرجال، ده اللي بتخلينا اكتر ان احنا عرضة للامراض النفسية او المشاكل النفسية. احنا سقف توقعاتنا عالي جدا من اي حد، يعني ممكن من صديق، ممكن من زوج، ممكن من ايا كان، ممكن شخص لسه متعرفين عليه اصلا، بس يكون سقف توقعاتنا عالي. فبالتالي ممكن لو حسينا بالخذلان في الوقت ده، فبنتعرض للاكتئاب، للقلق، لقلة النوم. بعد كده بيكون في مشاكل الطلاق، في حاجات مثلا في تنمر على الشكل او الوزن، او مثلا العنف، التغيرات الهرمونية دي بتسبب برضو مشاكل كتير عند المرأة. تمام. أنا ممكن حضرتك يا أستاذ سماح كنت سألتيني عن الاختراق النفسي. نعم نعم تمام. هو الاختراق النفسي ده، بس هو يعني هو مصطلح صعب جدا لو الواحد فكر فيه. هو إن بيفقد الإنسان الحيوية اللي كان عليها من الأول، ده المفهوم بتاعه بالعامية، إن هو الإنسان بيفقد الشغف، بيفقد الحيوية اللي كان بيبقى عايش عليها، وده بيبقى حاجة عرضية، وطبعا بيبقى ليه الأسباب. السبب الأول والرئيسي ليه إن الإنسان بيبقى عنده كمية عطاء كبيرة جدا. ده بقى هنا بنقول مش هنخص بيها المرأة، ده هنا المرأة والرجل. كمية العطاء اللي بتبقى ليه كبيرة، ضغط على النفس بزيادة، الشخص بيجي على نفسه كتير جدا، ما بيديش نفسه الفرصة ان هو يسترخي، ما بيديش نفسه الفرصة ان هو ياخد راحة، فترة راحة. طبعا ده بيؤدي، الاختراق النفسي ده بيؤدي لتقلب المزاج وقطع الشهية، قلة النوم، الأعراض اللي احنا بنحس بيها ساعات، القلق. ده كله إذا الإنسان لاحظ نفسه ان هو دي كان حاجة بقت عنده. فطبعا يعني مثلا حاجة عنده مش يوم أو يومين أو حتى أسبوع، لا، لو 10 أيام وما فوق حس بإن هو ما فيش، مش عاقل، هو فقد كل شيء، فده يعني هنقول هنا بقى دخل في حالة اللي هي نفسية بسيطة. فبالتالي في الوقت ده لازم يتوجه لطبيب، أو لازم يروح لمختص نفسي يعرف إيه العلة اللي خليته كده أو السبب ويحله. ممكن نقول إيه هي الأمراض النفسية أو العارض النفسي؟ تمام إن شاء الله. تمام. هنقول بقى إن إزاي إحنا ممكن نعرف إن إحنا عندنا هنا عارض نفسي. إحنا مش هنقول الأمراض النفسية أو كده، عشان ده مصطلح كبير جدا ومش سهل. فإحنا هنقول إن العارض النفسي ده اللي بيشعر بيه المعظم، هو اضطراب ومش مرض. العارض النفسي ده اضطراب حصل للشخص وبس، ده مش مرض. بيكون معاه لفترة شوية طويلة. طبعا الاضطراب اللي احنا قلنا عليه، اللي احنا كنا بنشرح من شوية، ان هو بيفقد الشغف، بيحصل له بقى الاكتئاب والقلق والحاجات دي كلها اللي احنا ذكرناها، دي بتحصل له
فجأة بدون أي سبب، بدون ما يكون عنده هو أي يعني ما يكونش عنده مشكلة هي اللي سببت له ده، بيبقى كده مرة واحدة. احنا برضو ممكن نقول ان اللي برضو اللي بيسبب لنا الاضطراب النفسي، ان طبعا العالم كل ما بيتطور كل ده اللي بيدفع الضريبة هو احنا الانسان، البشر هم اللي بيدفعوا الضريبة دي. ليه؟ لان كل ما بيزيد التطور نسبة القلق في الاحصائيات بتزيد عند كل البشر. ليه بقى؟ لان في نظرة كمالية، ان الانسان بينظر لنفسه ان انا لازم اكون متكامل في كل شيء، اي شيء انا بدخل فيه لازم اكون توب فيه، ما ينفعش ان اغلط، لازم اكون متميز في كل حاجة، اللي هو يعني اللي هو بنسميها شوية في الامراض النفسية، اللي هو انا لازم اكون صح في كل شيء. ده طبعا من تطورات العصر، ان في لازم المجرية بتاعتنا. كمان ده بيسبب بقى في نوعين من القلق، بيسبب نوعين من القلق. ممكن شخص يبقى عنده القلق الطبيعي، وفي قلق القلق المرضي، ده نوعين. القلق الطبيعي ان ممكن شخص مثلا عنده امتحان بكره فهو يقعد يذاكر، ده قلق طبيعي، او عارف ان عنده بكره حاجه معينه فبيحضر لها، فده حاجه طبيعيه يعني، ده مش قلق مرضي. اما القلق المرضي بقى يعني في بعض العلماء وصفوه بأنه بيقطع الإنسان من داخل، يعني بيقطع الإنسان من داخله. بيكون هناك برضو القلق المرضي ده بيجي من في عوامل وراثية، يكون ورث في العيلة إن عندهم كمية القلق قوية جدا. في عندنا العنصر البيئي، يكون هو أصلا مش وراثة لكن هو البيئة اللي عاش فيها واللي اتحط فيها كلها قلق وستريس ضغط نفسي كبير. ممكن من ضغوط العمل، ممكن من شدة التنافس، شدة التنافس دي موجودة في كل مجالات الحياة، المقارنة بيني وبين الآخرين برضه ده قلق مرضي، إن أنا لأ أنا لازم أكون زي فلان، أنا مش يعني اللي هو أنا مش راضي على المكان اللي أنا فيه، أنا لازم أتغير، أنا لازم أعمل، ولكن بطريقة قلق بقى، اللي هو دايما الإنسان مش ما عندهوش تقبل أي شيء. عندي هنا سؤال مهم، ممكن نقول ايه هو العنصر اللي ممكن يمتلكه الانسان ويوقف عنده القلق؟ يعني ايه الحاجة اللي الانسان ممكن يمتلكها، صفة الانسان ممكن يمتلكها وتوقف عنده القلق تماما؟ لو في مشاركات ممكن، ممكن كتابة او صوت. في سؤال، كيف نعرف المرض النفسي؟ يكون ازاي يعرف ان الانسان ده عنده مرض نفسي؟ لا السؤال الاول انا عايزة اعرف ايه الصفة اللي الإنسان ممكن يكون يمتلكها عشان يوقف القلق ده. ده سؤال حضرتك سألها للاخوات اللي بيسمعونا، صحيح؟ تمام. الاجابه اليقين التام بالله، الاجابه في ناس ممكن تكون كاتبين مداخله صوتيه او مكتوبه على الشات. رغدة كاتبة اليقين التام بالله، يعني إجابة رائعة طبعا. الرضا، يعني قربتي. عيوش، قربتي. يعني ممكن نقول لو في مداخلة تاني، تمام. ممكن نقول إن الصفة الوحيدة اللي الشخص ممكن يمتلكها، يعني غير اليقين بالله طبعا والقرب من الله، إن التقبل، يعني التقبل دي الصفة اللي هتخلي الإنسان يبعد عن القلق تماما. إن أنت تقدر تتقبل نفسك، تقدر تتقبل إن أنت مش بتقدر تسيطر على كل شيء حواليك، التقبل ان انت تتقبل ان في مجهول في عالمنا ده، والمجهول ده انت تتقبل ان هو يكون مجهول، بتتقبل ان انت ما تقدرش ان انت صحيح طبعا، يعني ما شاء الله كل اجاباتكم جميله. ان برضو ان احنا بس احنا قلنا التقبل ليه؟ لان انت برضو بتتقبل ان لو قلنا مثلا من جانب الدين ان احنا ايه الحياه دي ليها نهايه، ان بتتقبل ان انت اكيد اكيد مش تمسك النتيجه بايدك، يعني ما تعرفش نتيجه اختبار، يعني في لا تستطيع ضمان النتيجه لاي شيء، لا تستطيع السيطره على اي شيء. برضو المفروض يبقى يكون في بين ولو في توازن في حياتنا هيقل جدا القلق، هتقل جدا الضغوط لو في توازن في حياتنا، التوازن بين العمل، توازن الإنسان يعطي يعني العمل حقه، البيت حقه، يعطي نفسه حقها، دي أهم شيء إن هو يعطي نفسه حقها، عشان هو أصلا لو ما فيش يعني ما يقدرش إن هو يساعد نفسه، وما فيش اكتفاء ذاتي لنفسه مش هيقدر يكمل، يعني لا يقدر يكمل في العمل ولا يقدر يكمل في البيت ولا أي حاجة. لازم يكون في تخطيط متوازن لكل واحد فينا، يقدر يقعد مع نفسه ويقدر إن هو يخطط كده حياته وتكون متوازنة، لا يجي على نفسه ولا يجي على الشغل ولا على البيت.
احنا بقى نخش الموضوع كبير جدا اللي هو الاكتئاب. معلش انا في متدخلات انا ممكن هحاول اقراها. صحيح صحيح، هو الايمان بالقدر صحيح من ركن زي ما حضرتك كاتبه يا استاذه رغده. برضو يعني احنا قلنا كمان تقبل كل شيء في الحياه، حتى الانسان في ناس غير متقبلين اصلا اللي عمل لهم قلق. انا مش متقبله شكلي، مش متقبله وزني، مش متقبله العيشه بتاعتي. في كل الحاجات دي بتدخل تحت اللي حضرتك كاتبه يعني. شكرا. احنا دلوقتي هنخش على الاكتئاب. الاكتئاب ناس كتير جدا جدا تقول انا عندي اكتئاب، انا عندي اكتئاب، انا دخلت في حاله اكتئاب، ولكن مع الاسف المعظم مش عارف يعني ايه اكتئاب. هو اصلا العلماء لما جم يتكلموا عنه بيقولوا ان الاكتئاب ده مرض بيهجم على الانسان ولا ينفك عنه، يعني سموه زي الهجوم، زي اكن الاسد بيهجم على فريسه. الاكتئاب ده شيء ربنا يعفينا ويعفيكم، صعب جدا. تمام. هو فقدان الاستمتاع بالحياه، باليأس، بالفراغ، الشعور بالوحده. يعني مثلا بعض في مريض بيصور او بيقول الاكتئاب هو اضعاف 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 الحزن يعني. ربنا يعافينا يا رب. الى الان العلماء ما توصلوش لحاجه معينه او لسبب محدد او سبب مباشر للاكتئاب ده، ولكن قالوا في اسباب غير مباشره او عوامل بتؤدي للاكتئاب. العوامل المساعده او الغير مباشره دي ضغوط الحياه اللي احنا كلنا بنمشي فيها طبعا، ضغوط الحياة، الانعزال، العلاقات الاجتماعية، المشاكل الزوجية، كل المشاكل. صحيح ممكن بسبب فراغ. أيوة، ما أنا بقول الاكتئاب ممكن من التجنب أو الانعزال، العلاقات الاجتماعية. ممكن الشخص ميبقاش لاقي نفسه في العلاقات الاجتماعية دي، أو إن هو محبط أو أي شيء، فيتجه للانعزال أو تجنب الناس، أو بيحصل له يعني أي مشكلة. أي مشكلة بتواجه الإنسان حتى لو صغيرة واحنا ما حاولناش ان احنا نساعد نفسنا نخرج منها او نتجه لحد يساعدنا، فكل المشاكل دي بتتحول للاكتئاب. في برضو حكمة بيقولها بعض العلماء، بيقول اذا امتلكت المعرفة استطعت النجاة من الاضطرابات النفسية. دي مقولة كويسة جدا جدا، وان شاء الله ناخد بيها. فان احنا اي مشكلة او اي عرض احنا بنحس بيه لازم نلحق يعني نداويه بسرعة قبل ما يتحول معانا للاكتئاب. ممكن التفكير المتسلط كمان ممكن يودينا للاكتئاب. التفكير المتسلط ده زي أكن شخص مثلا اللي هو التفسير المتعب، اللي هو الإنسان بيجهد نفسه كتير. يعني مثلا أنا ممكن قاعدة في الشغل وصاحبتي تعدي من جنبي، هي ما سلمتش عليا النهاردة، فأنا أول حاجة تيجي في دماغي إيه؟ إن الإنسانة دي مش بتحترمني. يعني أنا دلوقتي قاعدة، هي عدت ما سلمتش عليا، الإنسانة مش بتحترمني، او هي بتتجاهلني، او اتيف يعني في دماغي حاجات سلبيه كتير. لكن من الصح اللي هو حسن الظن اللي امرنا بيه رب العالمين، اني لا يعني ممكن فلانه اللي عدت دي كان عندها ظرف دلوقتي، فهي مش شايفه قدامها، فماشيه تعبانه او ماشيه مركزه في حاجه. فالتفكير المتعب ده او المتسلط ده نحاول بقدر الامكان نبعد عنه. في كمان التغافل في العلاقات العامة، ده حلو جدا. التغافل كمان في العلاقات الخاصة حلو جدا جدا، ولكن التغافل على بعض زي مثلا واحد ما سلمتش عليا، خلاص اتغافل المرة دي، مش لازم اقعد افسر واحلل وبعد كده اروح اعاتبها وكل الحاجات دي. بس لكن في حاجة، في نقطة مهمة جدا جدا، بيقول كلما كانت هناك نقاط عمياء في العلاقة دي، العلاقة بقى نقول بقى العلاقات الشخصية او العلاقات الخاصة، اول ما يكون فيها نقطة عمياء اللي هو فيها ان انا باخد من شخص وبقعد اخزن اخزن اخزن، دي بتكون قنبلة موقوتة بتنفجر في اي وقت. فهنا برضو ان الشخص لازم ان هو يعبر عن مشاعره، دي حاجة مهمة جدا، ان هو يفهم اللي قدامه. انا بحبك تتعامل معايا بالاسلوب ده، ما بحبكش تتعامل معايا بالاسلوب ده، يعني اقدر اقول اللي جوايا. كلما كتمت المشاعر تذهب الى مكان اخر، بتتحول لايه؟ بتتحول لكوابيس، لارق، الام في الكتفين، الى قولون، الى مرض السكر، عافانا الله واياكم يعني. وبالتالي لازم الانسان يقدر يعبر عن مشاعره الداخليه. في كمان حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه طبعا، جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني احب فلان، فقال له يعني سيدنا محمد قال له ايه؟ قال له اخبره، يعني روح عبر عن مشاعرك.
لان لكن طبعا احنا بنعبر مشاعرنا دي في حاجات في الصح وفي بحدود وكل الحاجات دي احنا فاهمينها طبعا، بس في اللي هو الانسان لازم يعبر عن مشاعره. تمام. ممكن نقول سؤال، ازاي الانسان ممكن يدير مشاعره او مشاعره اللحظية ازاي؟ ممكن ده سؤال برضو تتجاوبوا عليه، تتفضلوا يعني تكتبوا الإجابات. إزاي السؤال؟ إزاي الإنسان يقدر يشير يعني يدير المشاعر بتاعته؟ تمام. هو ممكن السؤال أو مش أوكي، السؤال مش مفهوم. تمام، يعني أنا ممكن دلوقتي أقول إن الإنسان ساعات بيبقى عنده مشاعر لحظية. طبعا هي طبعا يا فاطمة، يعني ده لازم لازم جدا، التصالح مع النفس ده من أهم الوقاية. طبعا بشكل عقلاني لا عاطفي، صحيح جدا جدا. تمام. ما شاء الله إجابتكم حلوة. أهم حاجة إن الإنسان يتقبل كل مشاعره بالتصالح مع النفس زي ما حضرتك كاتبة، وعقلانيا لا عاطفيا، صح. ولكن إحنا في ناس كتير تقول لك إيه، انا دلوقتي هدير مشاعري، انا عندي مشاعر. صحيح، يعرف ما شاء الله، شكرا لاجاباتكم جدا، انه يعرف وجوده بالحياه والهدف، صح. تمام. انا دلوقتي احنا عندنا مشاعر، مشاعر اما سلبيه واما ايجابيه. تمام، احنا دلوقتي عندنا الاثنين ومتقبلينهم. ما ينفعش حد يقول لك لازم تتخلص من مشاعرك السلبيه، لا مش لازم. بننزل لازم نبص للمشاعر السلبيه دي ان دي مشاعر طبيعيه موجوده جوانا. لازم يبقى ساعات الانسان يصحى من النوم يلاقي نفسه مثلا متضايق، يقول لا لا مستحيل، انا ما كنتش كده، انا ما... لا يعني ده طبيعي، طبيعي انك تلاقي في يوم عندك مشاعر سلبيه، طلعها عادي يعني، شوفها وحللها وشوف ايه السبب. لازم ان احنا نتصالح معاها. واصلا فكره التخلص من المشاعر السلبيه دي علميا غير مثبته ومش صح. ما فيش انسان يقدر يتخلص من مشاعره السلبيه نهائيا، زي ما هي جوانا الاثنين موجودين. ولكن النظره الايجابيه مهمه جدا في حياتنا، يعني احنا عندنا مشاعر سلبيه بنحاول نحلها وبنتفاعل معاها، ما فيش مشكله، ولكن لازم يكون في نظره ايجابيه معانا هي اللي تدفعنا لقدام وما تخليناش ان احنا نتعب او ان احنا نشيل عبء كبير. كمان للمشاعر السلبيه بعد ما احنا بنتعامل معاها لازم يكون عندنا مده اللي هو خلاص ستوب، يعني انا قعدت ساعه من المشاعر السلبيه، عيطت، اتكلمت، اخدت ورقه وقلم وكتبت الحاجات اللي مضايقاني، بعدين خلاص بعد ساعه او بعد نص ساعه زي ما تحط الوقت، وبعدين تنتهي، ما تستمرش مع الانسان علشان خاطر ما تضيعفوش. في ناس كتير كانوا كاتبين بيقولوا ان نظرة الناس ليك وبتهتم بيهم، إن نظرة الناس ليك والاهتمام بيهم أصلا دي بحد ذاتها بتولد عندك مشاعر سلبية. لأن الإنسان لما بيهتم بنظرة الناس ليه، بيهتم فلان قال عني إيه، أنا عملت صح، يعني أولا أنت بتشوف قواعد دينك أهم حاجة، بعدين بتشوف حاجات ما تخرجش عن العرف بتاع المجتمع بتاعك، بعد كده أنت يعني ما تقعدش تبص بقى، لان الانسان اللي بيقعد يشوف ايه راي الناس فيه ونظرتهم، وهل هم انا عاجبهم ولا مش عاجبهم، وانا منتظر ردة فعل ايه، الناس يعني منتظرين ردة فعل ايه في الموقف الفلاني، دي بتخليك بتعيش مشاعر توقعات الناس بس، ما بتعيش ابدا مشاعرك، ما بتعيش خططك، لا انت عايش توقعات الناس، هم متوقعين ايه فيك انت بتعيش كده. طبعا نظرة الناس والاهتمام به بالناس ده بيخليك بتغير مسار حياتك للأبد، يعني بتضيع كل شيء من الحياة وبتاخد السعادة وكل شيء. ازاي بقى احنا ممكن نقلل، او ازاي احنا ممكن ما نهتمش لنظرة الناس لينا طالما ان احنا ماشيين صح؟ يعني بالشيء المختصر جدا، كل ما ازداد تقديرك لنفسك قل أهميتك للنظر، يعني كل ما أنت تقديرك لنفسك زايد وعارف قيمة نفسك، بعدين أنت ما بتبصش إيه أهمية، يعني الناس فاصل إزاي، ما بتفكرش فيها،
كل ما تعرف قدر نفسك قد ايه، مش بحاجه ان انت تقارن نفسك بحد، مش بحاجه للمقارنه، انت اعرف قدر نفسك واستمر على الطريق اللي انت راسمه لنفسك، وان انت حابب تشوف نفسك فيه وبترضي ربنا وما بتخرجش عن معايير المجتمع. طبعا انا بقى عندي سؤال مهم جدا جدا، وياريت تجاوبوني عنه، وانا لسه مش هقول الاجابه بتاعته غير في نهايه المحاضره ان شاء الله. ناس كتير جدا يقولوا لك هل المؤمن بيمرض نفسيا؟ يعني انا نفسي افكروا في السؤال ده كويس جدا، وعايزه اعرف اجاباتكم. هل الانسان المؤمن ممكن يمرض نفسيا، ولا ده ما يدلش على ايمانه؟ ده يعتبر نقص ايمان؟ ده ايه يعني؟ صحيح زي ما حضرتك كاتبه يا استاذه رغد، ربنا يكرمك. تمام، انا السؤال بتاعي ده انتظر ان انتوا دقيقه كده، ان انتوا ان شاء الله تجاوبيني عنه، وان شاء الله انا بعديها هبقى اقول الاجابه. والله إجابتكم جميلة، بس إن شاء الله نخليها بعد ما نخلص المحاضرة. تمام، دلوقتي احنا ممكن نقول إن في عوامل كتير جدا بتأثر بشكل مباشر على المرأة، على جمالها نفسيا، بيأثر بشكل مباشر على جمالها الخارجي. فإحنا قلنا من ضمنها وفسرنا الاكتئاب والقلق والتوتر. دلوقتي احنا ممكن نقول إن احنا قلنا في حاجة غير بقى الإجهاض، يعني في الإجهاد النفسي، الهرمونات، في الهرمونات بتتغير شهريا، الحاجات دي كلها بتأثر نفسيا جدا جدا على المرأة. بس إحنا يعني بنعرف إزاي نتعامل معاها. في بعض العلماء قالوا في حاجة اسمها الطاقة الأنثوية، بيقول إن الرجل يقدر يعرف أنا دلوقتي عندي مشكلة الفلانية، فالحل بتاعها بيخطط له 1 2 3، انا كده عرفت ده الراجل. المرأة عندها عواطف بقى بالمشاعر، بكل حاجة بتدخل في بعضها، في اصلا ساعات تبقى في حالة حزن شديدة جدا، ممكن من شخص يقرب منها، زوجها، امها، ابوها، ايا كان، يروح مثلا يضمها كده، فخلاص كل المشاعر دي مشيت والمشكلة اتحلت وكل الحاجات دي. فبيقولوا عليها الطاقة الانثوية، اللي هو يعني مفيش حد في الكون كله بيحصل له لخبطة المشاعر والحاجات دي قد النساء. التحديات برضو ساعات بتعجز المرأة. في كمان عندنا نسينا ان هناك في أزمة منتصف العمر عند بعض السيدات، دي أزمة قوية جدا، المراهقة المتأخرة، لما بتبقى سيدة بتبقى عدت مثلا خلاص أولادها كبروا، فعدت سن 40، فهي بتفكر إن أنا خلاص، عندها شعور بالوحدة فظيع، ما فيش حد محتاجني، ما فيش حد مهتم بيا. ممكن هي أصلا ما عندهاش رضا عن الماضي خالص، دي برضو من أزمات منتصف العمر. لازم بقى كل امرأة كده تبقى عارفة ازاي تخطط لحياتها، ازاي تبقى راضية عن نفسها، تحط المعايير والمقاييس بتاعتها هي، ملهاش دعوة بالمجتمع، ملهاش دعوة بنظرة الناس او بنظرة قرايبها او ايا كان، يحط المعايير اللي هي تصلح ليها هي كشخصيتها وتمشي عليها. عشان بعد كده لما الواحد يتقدم في العمر ويفكر ايه اللي حصل في الماضي بتاعي، لا اكون انا دلوقتي انا راضية الحمد لله على الماضي بتاعي. فهنقول ان عدم الرضا، الانشغال بآراء الآخرين، دي احنا قلنا عليها. الحل بقى للحاجات دي اللي احنا قلنا عليها سريعة، ان انت تحققي ذاتك، بتقوي علاقتك بربنا، دي من أحلى الحلول. تتكلمي على مشاعرك إما في ورقة وقلم أو مع شخص أنت تثقي فيه أو متخصص في الحالات اللي تشبهك، اللي هي زي أزمة منتصف العمر. تمام، إحنا ممكن نقول إن كتير جدا جدا من السيدات عندهم حاجات بتأثر عليهم بشكل مباشر بعد صدمات معينة، إن هما بيفضلوا عايشين في الماضي. العيش أو التعايش في الماضي فقط، ده بيخليها إن هي بتضيع فرص كتير جدا من إيديها، التفكير بتاعها دايما سلبي،
يعني من الآخر إن هي بتموت حياتها. فإحنا التفكير في الماضي والعيش التعايش في الماضي فقط. أصل النساء لما بيجي يرجعوا بيهم موقف معين، سبحان الله عندهم قدرة غريبة إن هم بيعيشوا بنفس المشاعر اللي حسوا بيها في الموقف ده. نفس المشاعر السلبية اللي حصلت لك هتحس بيها تاني بنفس الأسلوب بنفس كل حاجة. فإن إحنا أهم خطوة إن إحنا نعملها لازم نبعد عن الماضي. ممكن إحنا نفكر في المشكلة، ولكن إحنا بنفكر في المشكلة عشان خاطر نحط أساسيات لو حصلت معانا نفس المشكلة التاني نقدر نتجاوزها بسرعة إن شاء الله، ونكمل بقية حياتنا طبيعي. تكون أستاذ السمية، كان في سؤال بيقول ايه هو الاكتئاب، عايزين نعرف الاكتئاب ازاي، نعرفه اه يا ازاي، فندم، نعرف بس الانسان ده احنا عنده اكتئاب. انا عرفته قبل شوية زي ما قلت ان هو مرض بيهاجم جسم الانسان. واحنا قلنا ان اي مشكلة موجودة عند الشخص محلهاش دي بتحول عنده الاكتئاب. حتى لو قلنا لو مشاكل بسيطة، ضغوط الحياة، قلنا العلاقات الاجتماعية، اضطرابات النوم وغيرها، الشخص لو محلهاش فده بتحول عنده كاكتئاب. ده بالمختصر يعني. ممكن دلوقتي نقول ايوه زي ما واحده كاتبه، ازاي اكون ايجابيه تجاه نفسي بعد الحاجات دي كلها. هنقول اكون ايجابيه، ده اهم حاجه التسامح مع النفس. زي ما كانت واحده كاتبه قالت التسامح مع النفس ده مهم جدا، ان انا اكون متسامحه مع نفسي، اكون افكر بطريقه ايجابيه تجاه نفس تجاه جسمي، ابعد بقى الحاجات السلبيه. طبعا غير بقى الدراسات قالت ان التفكير بطريقه ايجابيه ده بيفرز هرمونات في جسم الانسان، بتخلي البشره في حاله جيده، الشعر دي كلها بتعود على جسمنا بطريقه فعاله. كمان ان عشان نبقى بعد كده الخطوات اللي بتساعدنا ان احنا نجدد نشاطنا، ان ممكن من الفتره للتانيه تجربي حاجه جديده، ايا كان الحاجه الجديده، مثلا كافي جديد جربتي، لبس جديد، كتاب جديد، يعني تشوفي الحاجه اللي تساعدك واعمليها. برضو اهم حاجه ترتقي بصحتك العقليه. الصحة العقلية مهمة جدا جدا. الإنسان بيكبر 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 بيبان عليه الشيء، بيبان عليه كل حاجة، لكن الصحة العقلية هي المستمرة معانا، فدي لازم نهتم بيها جدا، بالقراءة والبحث. حتى لو شخص كبر في السن، أو شخص لسه في بداية حياته أو في منتصف العمر، القراءة لازم لازم مهمة جدا. أيا كان بقى أنت بتقرأي في معلومات دينية أو أيا ايا كان ايه هو اللي انت يعني بتقرأي فيه، اهم حاجة بتغذي عقلك، ده اهم حاجة. يعني زي ما بيقولوا زمان، العقل السليم في الجسم السليم. طبعا القراءة بتبعد عن الاكتئاب والاضطرابات في اي وقت. طبعا يعني اتمنى من كل حد داخل في مرحلة جديدة في حياته ان هو يبقى قرأ عنها، يبقى خد معلومات عنها. يعني زي لو واحدة مقبلة على الزواج فهي تقرأ عن حاجات زي كده، واحدة مقبلة عن الجامعة تشوف الحياة الجامعية، تقدر تختار التخصص اللي هي فعلا هتبقى محتاجاه، أمي هتبقى جديدة فاللي هي تقرأ عن الأطفال وتربيتهم. إن احنا لازم نغذي عقلنا عشان برضو أطفالنا بعد كده إن شاء الله لما يجوا احنا نبقى مستمرين معاهم، ما نقفش عند ليميت معين، ما نقفش عند نقول احنا يعني من جيل فات بقى فمالناش دعوة باللي جاي. كمان احنا عندنا ممارسة التنفس، يعني دي حاجات برضو بتدي الإنسان كده دافع من الطاقة. إن مثلا إنك تتمشي، بتمارسي رياضة معينة، عندك التأمل، قراءة القرآن، سماع القرآن، يعني أيا كان إيه هي اللي أنت تحبي تخرجي نفسك منه. أو حتى الاسترخاء في الطبيعة مع الزرع، مع اللون الأخضر هادي، مع عند البحر لو ناس بتحبه. يعني أيا كان لازم تغيري وتجددي كل فترة المشاعر بتاعتك، تحسي إن يعني في تجديد في حياتك. إحنا قلنا بقى إن السؤال اللي حضراتكم جاوبتوا عنه، هل المؤمن ممكن يصاب بالمرض النفسي ولا لأ؟
طبعا طبعا الإجابة نعم صحيح. حتى لو كان في أخت كاتبة إن هو لو التزم بالقرآن والسنة، لو التزم بالقرآن والسنة مش هي مش فا... اه ما بيمرضش نفسيا. صحيح. لا معلش، انا اصلا مع حضرتك، يعني مش مع حضرتك في الموضوع ده. ان اصلا الاعراض، يعني زي ما نقول الاضطرابات النفسيه، مش نقول مرض نفسي، الاضطرابات النفسيه اللي احنا بنواجهها دايما مع ضغوطات الحياه، فدي كلنا معرضين ليها. ولكن بتختلف بقى، يعني الكل اي نعم عنده اضطرابات نفسيه وممكن يخش في امراض نفسيه، ولكن بتختلف. الشخص المتدين بيكون سريع التعافي، يعني بيقدر يتعافى بسرعة جدا، ما بيوصلش لمرحلة الانتحار مثلا لا قدر الله. يعني الشخص المؤمن ما بيوصلش لمرحلة الانتحار، بيقدر. ممكن الشخص فعلا يكون عنده ضغوط الحياة وبيتقرب من ربنا، فبالتالي بيخرج نفسه من الحالة على طول، ما بيستناش ان هو يروح لطبيب نفسي او معالج نفسي. ولكن انا هنا عايزة اقول حاجة، يعني في قصة الدكتور بتاعي كان قالها مرة، ان بيقول شخص فضل بيعاني من مرض نفسي وتحول معاه لامراض عضويه، امراض متعدده جدا، لان هو يقول لا انا شخص مؤمن، اكيد انا مش هصاب باكتئاب، يعني مش هيجيلي الامراض النفسيه دي. يعني هو كان بيقول ان هي خاصه بالغير مسلمين او الكفار فقط. ففضل فترات كبير جدا، 5 سنين، يقعد يرقي في نفسه كل يوم ويقرا قران كل يوم وكده. في الاخر هو بعيد عن السبب اللي دخله لحالات الاكتئاب او المرض اللي وصل له. فاحنا لازم نكون متزنين. يعني انا مع جدا ان الشخص ممكن يكون عنده ضغوط حياه ومشاكل نفسيه كتير، ويقدر يتخلص بيها بقعده صفاء مع نفسه، تقرب لربنا، اما صلى او قعد يدعي او قعد يتامل في خلق الله، ربنا الهمه السكينه وبعد عنه الاكتئاب او القلق او الحاجات دي. ولكن ما فيش شخص مؤمن بيوصل بيه لمرحله الانتحار. ده الفرق. لازم نبعد عن النزعة الكمالية، لأن النزعة الكمالية دي بتؤدي للإنسان لاكتئاب، حالات اكتئاب شديدة جدا، اللي هو أنا مستحيل أنا أعمل كده، أو مستحيل إن أنا أغلط، أو بتؤدي للقلق المرضي مش القلق الطبيعي أبدا، أو بقى بتؤدي بيه بقى بعد كده للأمراض الجسدية والعوذ بالله. هنقول الصحة النفسية هتبقى مرتبطة تماما. عشان يكون عندك صحة نفسية هتبقى تنظر للواقع بواقعية. دي مختصر الصحة النفسية، يعني دي مختصر الصحة النفسية، ان انت تنظر للواقع بواقعية. يعني انا النهاردة في ايدي ايه وهعمل ايه، اتقبل كل شيء. بس يعني اظن كده ان شاء الله اكون وضحت الصحة النفسية وازاي ما ان شاء احنا الله ممكن محاضرة نتفاعل قيمة جدا معاها. جدا، بس كنا عايزين سؤال حياتك تقولنا بعض النصائح لتحسين الصحة النفسية للمرأة والبنت يعني. تمام. النصايح بقى، احنا نقول اول حاجة نصيحة انا حبيتها من الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه. كان قال مرة، سامح نفسك، دي اهم حاجة. الانسان يسامح نفسه، يسامح الماضي بتاعه، يحاول يعرف الأخطاء بتاعته يسامحها، يسامح والده ووالدته، دي أهم حاجة. سامح، يعني أكيد اتعرضنا، يعني يكون الشخص اتعرض لحاجات معينة في طفولته، اتعرض لحاجات معينة من والده، من والدته، من أخواته، لازم يسامحهم. دي حاجة، دي وصية مهمة جدا، يعني عجبتني جدا جدا، ان الانسان ما يتكلفش في اي شيء، ما يقعدش، ما يبقاش عايش في نزعه الكمال اللي احنا قلنا عليها، او النزعه الكماليه، ان هو كل حاجه لازم يبقى فيها هو التوب، ما ينفعش ان هو يقل عن حاجه معينه. يتقبل نفسك، يعني تقبل النفس دي من اكبر ومن اهم النصايح، ان تقبل نفسه زي ما هو. احنا بشر، يعني احنا بشر، فلازم تقبل نفسك وتحمد ربنا على كل يوم انت بتعيشه. يعني الصحة الجسدية بتيجي بالتوازن بين الروح وبين الجسد، يعني الاتنين، الصحة النفسية والصحة الجسدية، ده توازن في الروح. فإن شاء الله يعني أكون كده قدرت أقول يعني نصيحتين كده، حاسة جزاكم أنا الله غاليين على خيرا، قلبي جدا. جزاكم الله خيرا على المحاضرة القيمة الرائعة، أمتعتينا وأسعدتينا بالمحاضرة. لو في أي سؤال من الأخوات ممكن نعمل مداخلات لو حابين، صوتية أو كتابية. لا، لو في أي مداخلة أو أي سؤال للأستاذة. الله، أستاذ سمية موجودة معنا على رابط الواتس، أي أسئلة هترد عليها بإذن الله.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.